السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادتي أرحب بضيوف الكرام، الأستاذ عقل الباهلي الكاتب والناشط الاجتماعي المعروف، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الشيخ بدر العامر الكاتب في جريدة الوطن، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، حياك الله. ومعنا أيضا الأستاذ الكاتب الصحفي المعروف محمد الحيدب وعضو جمعية الكتاب السعوديين، صحيح؟ كتاب الرأي. إيه، كتاب الرأي، صحيح. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. أخيرا معنا ولأول مرة الأستاذ برجس البرجس الكاتب جريدة الجزيرة، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، شرفتنا. حياك الله. الله يحييك. إلى موضوعنا الأول. استحوذ الحوثيون أمس على اليمن بعد حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا ليحل محله، وفي إعلان دستوري صدر من القصر الرئاسي الذي يسيطر عليه الحوثيون، قررت الميليشيا الشيعية في بيان أذاعه التلفزيون أن يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلسا رئاسيا مكونا من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية. وأضاف البيان: يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية ليسدل الستار على المشهد اليمني في انتظار فصل جديد تترقبه المنطقة. طبعا على إثر ما حدث من الحوثيين، مجلس التعاون الخليجي اليوم أصدر يعني بيان وأوضح فيه رفضه لانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن، وأوضح أن ما أقدم عليه الحوثيون إنما هو نصف للعملية السياسية في اليمن، واعتبره تصعيدا خطيرا يتناقض مع منهج التعددية والتعايش، ويعرض اليمن وسيادته واستقراره ووحدته للخطر. ودعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن لسرعة التحرك وتفعيل قراراته في ذات الشأن. تعليقك يا أستاذ عقل على ما حدث وعلى بيان مجلس التعاون؟ مشروع مجلس يعني ما بيان مجلس التعاون بيان مثل بيانات بان كي مون، يعني ما بان كي مون يحتجون عليها الناس أنه يأخذ 35,000 ويصدر بيانات ويصدر يعني قلق. إيه؟ يقلق ب35,000. إيه؟ أنا أعتقد أن الزياني بيلحق ابن الحلال، ما يعني القلق هذه بيانات سياسية، لكن إيه؟ اليمن يحتاج إلى مواقف ويعني سلوك سياسي وعملي على الأرض، يعني إيه؟ الحوار مع القوة في الداخل. بس أنا أعتقد أنه يعني ما يحدث ليس هو المشهد الأخير في اليمن. أنا أعتقد أن الحوثيين كل الفترة اللي راحت يحاولون الوصول إلى أن يقودوا اليمن لكن بأوجه وطنية، يعني يحاولون أن يتوسدون القوى السياسية اليمنية. البيانات تطلع باسمها هذا مسألة الشراكة اللي تحدثوا عنها. أعتقد أن اليمنيين كانوا يعني أكثر وعيا من الإيرانيين أيام الخميني، لأن الخميني جاء بنفس الطريقة. أي. جاء عبر على 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 القوى الإسلامية وعلى القوى بما فيها الحزب الشيوعي الإيراني. أي. لكن في النهاية صفاهم واستلمت السلطة القوى الإسلامية. في اليمن الحوثيين يبدو أن سيناريو ما أرادوه هو هذا، أن يصلون ويريدون أن يكون الوجه اللي بيحكم اليمن هو الوجوه المعتادة، القوى السياسية المعتادة، لكن بإدارة خلفية، بإدارة صمها حوثية. يبدو أنهم لم يستطيعوا، ولذلك حتى لما جاءوا يذيعون البيان حتى البيان مهلهل، حتى الطريقة اللي أذيع فيها والمشهد الصالة ما فيها يعني أي وجه يمني معروف. يعني المحللين اليمنيين يعرفون وزير الدفاع، وزير الداخلية، لم يجدوا اسما واحدا يقال في الأخبار من وجوه اليمن. واليمن فيه 3 أحزاب رئيسية كبيرة: المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح. طيب. الشيء الملفت، المؤتمر يعني متواطئ معهم، متواطئ. أوكي. لكن الملفت أنه لحد اليوم حجم يعني سيطرة الحوثي على صنعاء وعلى اليمن، هو يتحدث الآن اللجنة الثورية تتحدث باسم قيادة اليمن، وتعيينات هي تصدرها وهي تتحكم. ما فهمت قصدك، سيطرة بس مسيطرة على صنعاء؟ لا لا. يعني هم في الطريق إلى أن يسيطرون على كل شيء، هذه دولة تحكم اليمن. لكن الشيء الملفت أنه إحنا اليوم أكملنا 24 ساعة بعد إعلان الإعلان اللا دستوري
اللي هم ذاعوه لأنه مش أنا اللي أقوله، يقولونه أهل اليمن. يعني ما جرى أي بيان من الأحزاب القوية الكبرى مع ولا ضد. هذا السكوت مريب ويشير إلى أنه التآمر يمني إقليمي دولي، وأنه مش صحيح أنه بس الحوثي استولى على اليمن وأنه هذه هي المشكلة. لا، المشكلة من داخل القوى اليمنية، من داخل القوى الإقليمية، في التآمر كبير يحدث بموافقة الجميع. أبا أشوف الأستاذ برجس، إيش رأيك؟ هل تتفق مع كلام الأستاذ عقل اللي يبدو ظاهريا كما فهمت أنه فيه تأييد إلى حد ما لهذا التوجه، ولكن أيضا يرى أن الحوثيين حتى الآن غير قادرين على إدارة ضمن يعني ما حدث من تآمر داخلي وإقليمي؟ إيش تصوراتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا أتفق جزئيا يعني بشكل كبير مع الأستاذ عقل، ولكن ما يحدث في اليمن حقيقة غامض جدا، غامض من ناحية يعني سكوت الكثير على الوضع وتغاضي الكثير من الأصحاب الرأي في بنفس الشأن. ما يحدث في اليمن يعني أشبه ما يكون بطريقة مرسومة وخطة مرسومة. من داخل اليمن، يعني من الأحزاب داخل اليمن. لا توجد اعتراضات، هناك تعاون. أيضا الدول اللي مفروض هي يعني مفروض أنها تظهر وتنفي وتعلق على الوضع أيضا بنفس الطريقة، يعني يفضلون عدم الدخول في هذا. وأنا أرى أنه ما يحدث في الشأن اليمني هو شأن داخلي يعني لليمن، كما أننا لا نرضى لأي دولة أن تدخل بشأننا الداخلي، أيضا اليمن بعد يعني هذا شأنه الداخلي. أما مسألة الأحزاب وغير الأحزاب، هو اليمن بحاجة إلى تغيير بسبب ضعف التنمية، واليمن أعتقد أنه حتى اليمنيين هم بحاجة إلى أي تغيير بشرط أن يقوموا وضعهم التنموي. ممتاز. خلينا نشوف أستاذ محمد. الحقيقة رأي الأستاذ عقل وأيضا أستاذ برجس كأنه يعني يقول يجب أن ندع اليمن وشؤون اليمن شأن داخلي، أنه ما حدث هو شأن داخلي. هل تتفق معهم؟ يعني ألا تعتقد أن لما حدث هناك ذيول يمكن أن تؤثر على الجيرة ومنها المملكة العربية السعودية؟ نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد يعني قد تدع للبلد شأن الداخلي لو لم يكن هناك تدخل أصلا خارجي في اليمن. وجود تدخل خارجي فهي ستصبح صراعات يعني قوة، وإحنا من القوة هذه اللي تتأثر باليمن ويجب أن تؤثر فيه. أنا أعتقد اليمن يعيش حالة يعني أو الغالبية والسواد الأعظم سواء في الأحزاب اليمنية أو في القبائل يعيشون صدمة الوضع اللي وضعهم فيه نظام علي عبد الله صالح، وهو أشبه بالخيانة يعني. فهذه الصدمة لن تدوم، يعني هي حالة صدمة سياسية. أعتقد أن الغالبية والسواد الأعظم سيكون لهم كلمتهم بعد ما تستتب الأمور، يعني هي مرحلة انتقالية فقط. قد نشاهد عراق جديدة يعني بأحداث دامية للأسف، لكن في الأخير أنا أعتقد أنه اليمنيين سيقررون، هم يعني الغالبية اليمنية ستقرر. ما تعتقد أنه ما حدث خلال الأشهر اللي مضت من هدوء ومن استسلام هو حالة توافق يعني مع الحوثيين؟ اللي يقولها يعني عقل بالفعل، اللي هو أين يعني الأحزاب الأخرى؟ من الصعب أن يكون في حالة توافق مع الأقلية يعني، لكن قد يكون استسلام فقط لعبور مرحلة تخلص النهاية من نظام علي عبد الله صالح، ثم بعد كذا تقول كلام مثل ما حدث في العراق. نعم. طيب شاي الشيخ بدر، أبي تعليقك على ما سمعت. طبعا اليمن اولا انه يعني ليست منفصله عن الخارطه، يعني هي تؤثر وتتاثر في المحيط الموجود فيها، وانعكاسها على بالنسبه للسعوديه اليمن تعد بعد استراتيجي بالنسبه للسعوديه، يعني لا يمكن اغفاله. اذا كانت سياسه السعوديه من بدايتها اعطال اليمن اهتمام بالغ خاصه في مساله الدعم، يعني السنوات الطويله الماضيه يعني لو لم يكن هناك دعم من دول الخليج اليمن يمكن صار وضعها اسوا من الان. اليمن هي يعني دولة هي قريبة من الدولة المتهالكة، وأتوقع أن أي حكومة ستأتي اليمن ممكن يعني ليس في المكان أحسن ما كان، يعني ممكن لن تحدث فرقا كبيرا في على المستوى الاجتماعي، لكنها أظن أن التغيير في اليمن سيحدث صراع أشد في المستقبل، وخاصة أن الحوثيين كأنهم أدركوا أنهم ممكن يقدمون إلى الواجهة ثم ترفع الأيدي عنهم فيعجزون عن إدارة الصراع أو يعجزون عن إدارة الدولة، لأنك أنت أتيت الآن إلى دولة
تحمل إرث كبير من الفساد ومن الضعف الاقتصادي ومن الانهيار الاجتماعي والأمية وغير ذلك. فأنت لا تستطيع، ولذلك هم أرادوا أن يشركون يعني قطاعات معهم في الحكم لهذا الغرض لأنهم قرأوا الموضوع. الأيام القادمة ستشهد في اليمن نوع من الصراع الشديد، لأن هناك في حالة الترتيبات الأولى في اليمن كان هناك حالة توافق بين الحوثيين وبين علي عبد الله صالح في الخفاء. علي عبد الله صالح يريد أن ينتقم من مرحلة مضت في قضية إقصائه عن السلطة في بعد الثورة اليمنية إلى تسليم ولده السلطة. إيه نعم، لا لأنه هو عزل أو إيه؟ يعني أجبر على التنحي، فأراد أن يخرج يأتي من الباب الخلفي يعني في على اليمن عن طريق الحوثيين. لكن هذا الأمر أنا أتوقع أنه سيحدث نوع من الصراع الشديد لو اختلفت آراء علي عبد الله صالح مع الحوثيين، وهذا أمر يعني منذر بنوع من المعركة الداخلية داخل اليمن. أنا أتوقع أنه لابد الدول المحيطة تحاول أن تتدخل في اليمن سياسيا واقتصاديا، ومحاولة يعني رسم صورة جديدة لقطع الطريق على إيران، لأن إيران بمجرد ما يتمكن الحوثيين داخل اليمن أنا سأعتبر اليمن مباشرة مقاطعة إيرانية. هم تمكنوا عاد على حال؟ لا، إلى الآن هم لم يتمكنوا، يعني هو انسحاب من الناس الآن، لا يدرون مش عواقب الانسحاب هذا من السلطة يعني. لا بس فقط بس تعليق، الموضوع لا ينفهم أن التوافق بين القوى اليمنية هو موافقة على ما جرى، وإنما ترك الأمور تذهب إلى أن الحوثي يصل إلى السلطة، لكن الضواري سيعودون إلى منهم الضواري حصصهم، الإصلاح، المؤتمر، علي عبد الله صالح، الاشتراكي، كل ممكن يكون معطى حصة. حتى الاشتراكي الآن ساكت، ربما قايلين له مسألة فصل الجنوب واردة يعني. نعم. بالتالي حصته لسه ما استحقت. طيب خلينا نشوف موضوعنا التالي. كان منظرا بشعا عندما قام عناصر داعش بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبي المعتقل منذ شهر ديسمبر الماضي حيا، ما أحرق كل ذرة تعاطف معهم إن كان هناك تعاطف، أو هكذا كنا نعتقد قبل أن يخرج مؤيدون ومتعاطفون مع داعش من بيننا يبررون لهم تلك الجريمة البربرية. الخطورة بجانب أولئك أن مشاهد الحرق هي التي أثارت العالم، وكأننا في وقت أصبح فيه قطع الرؤوس مباحا. أستاذ محمد، إيش رأيك يعني أمعن الداعشيون إذا جاز التعبير في أنا أعتبر الداعش من الذين يفخخون الإسلام، تعرف لما يقول سيارة مفخخة وتفجر في الناس، هذا اللي قاعدين يفخخون الإسلام، يشوهون الإسلام يعني. بس أنا ما يعني لست من النزاع أو ميال إلى فكرة التآمر وأنها يعني مسنودة أو مدعومة من أمريكا أو أنها مصنوعة، يعني أنا هذا وجهة نظري على الحال، أبغى أسمع وجهة نظرك في ما يحدث من داعش. داعش هناك إجماع يعني، ليس فقط من العلماء المسلمين، بل حتى يعني من الأديان الأخرى، أن يعني كل سلوكياتهم لا تمت الإسلام بصلة. فبالتالي أنا ما أدري ليش دائما يعني نرسخ ونربط يعني أنهم من المسلمين، هم طالما أن أعمالهم لا تمت للإسلام بصلة، بل هي من هم اللي يعلنون أنهم مسلمين، هم يعلنون عن براحتهم، ممكن كل واحد يعلن زي ما يبي. لكن السؤال يا أستاذ دريس، أنا متأكد الأخوان يتكلمون عن الموضوع هذا أفضل مني، أنا لذلك بأخذ جانب آخر. تفضلي. يا أخي كيف الآن العالم كله يقول أنه داعش هذه لا تمت الإسلام بصلة بكل الأديان بما فيهم طبعا علماء المسلمين ومرجعية الإسلام ومفتيهم، يخرج من بيننا وناس ويحاولون يتحدث مثل كاتب معروف ومعرفة ويقول أن في كل منزل سعودي داعشي على الأقل، ويخرج واحد آخر من الكتاب الإعلاميين ويقول المجتمع السعودي فيه نسبة من الدواعش. يعني كأنك تقول هل المجتمع السعودي المسلم الملتزم هم داعشيين، بل أصبح الآن كل شخص ملتزم ممكن يقال عن هذا الشيء، حتى أعضاء الهيئة الأمر المعروف والنهي المنكر أحيانا تجد من يقول أنتم داعشيين في تويتر وغيره. لا ما عليك من هذه، بس طيب لكن يعني بعض أنه موجود دواعش هذا أكيد، لأنه يعني فيه سعوديين في داعش وفي القاعدة وفي كل ملحدين بعد سعوديين، أنا عارف فيه كفار سعوديين يعني،
لكن لماذا نربط داعش بالإسلام عن هذا الطريق؟ لماذا هؤلاء الكتاب يرسخون هذا لا أقول يرسخون بل ينشؤونه أصلاً؟ لأنه العالم ما هو حاس كذا الآن. إحنا نشعر العالم وهم يبدأونه أنه والله ترى المسلمين الملتزمين في السعودية منهم دواعش وبالتالي فداعش إسلامية ونرسخ هذا المفهوم الخاطئ جداً اللي الناس إلى الآن العالم، وهذه أنا أعتبرها ليست إساءة الوطن فقط بل خيانة وطنية، لأنه قد نصنف صحيح قد نصنف عالمياً صحيح. والله يعني ما دام المسلمين أنفسهم سعوديين يغردون في تويتر يقولون والله هذا داعشي لأنه ملتزم. بعدين دريس تشوف المراحل اللي مرت، يعني النقطة دي مهمة أرجو تفضل. تفضل. يعني القاعدة لما بدأت تفجر والمشاكل اللي حصلت نسبة الإسلام، بعدين تبرأ منها الإسلام والإسلام منها براء. جاء بعد كذا الأخوان. لما جت حكاية الأخوان ومصر ومرسي أصبح الملتزم السعودي والملتحي يتهم إخواني، يشار ما قالوا قبل ما قالوا قاعدة، لأنه عارف أنه لو أنت قلت فلان قاعدي المباحث ثاني يوم تتصل عليه تقول أثبت وش مساهمته مع القاعدة، لأنه ممكن يسوي شيء في داخل المملكة فبالتالي أنت ستستجوب، لكن إذا فلان إخواني صنفك الآن فلان داعشي ما حد يسألهم. يجب أن يسألون يا أخي، على أي أساس أنت تقول أنه إدريس داعشي؟ طيب لأنه ملتحي فقط. لا لا لا, لا. ويجب أن يحاسبون. أنا يعني أدعو إلى محاسبة من يرسخ هذا المفهوم أو ينشأه عن المملكة وعن المسلمين أو ينسب داعش للإسلام. طبعا هي حالة حماس أنا متأكد، اللي هي كلمة جينان غاندي زميلنا وحبيبنا، يعني هو يمكن بالغ، أنا متأكد أنه بالغ، هو لا يقصد حمد مو بس جينان. لا لا أنا بس اللي أكثر رواجا يعني. هي مفردة حبيبنا أبو عبد الله جينان غاندي، وهو لا يقصد أكيد على الإطلاق أن كل السعوديين دواعش. شيخ بدر، أنا ماني حاس أنه فيه يعني حالة من الإقصاء من قبل علماء الإسلام لداعش، يعني كل ذا يمكن المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومجموعة على شكل انفرادي، لماذا لا يخرج بيان من هيئة كبار العلماء؟ لماذا مثلا منظمة العالم الإسلامي لا تصدر بيان؟ لماذا ما أدري وش مجلس الفقه الندوة العالمية للشباب الإسلامي؟ وين هذه المنظمات تصدر حالات وقصلي وتوضيح عن داعش وعن ما تسببه يعني للإسلام من تشويه؟ هل تتفق معي أول شيء؟ أنا والله إنه في تقصير. أعتقد يعني الموقف من داعش موقف مبدئي أصولي كلي محسوم من كل المنظمات وكل العالم. الإشكالية عندما تأتي هذه الأحداث تبدأ مسألة التصفية الإيديولوجية، يعني واستخدام الحدث لمثل هذا الغرض. يعني أحيانا نصفي مع التيارات المخالفة، أحيانا نصفي مع السلفية، أحيانا نصفي مع الوهابية، أحيانا نصفي. استخدام هذا الحدث بهذه الطريقة حقيقة هو يعقد الأمر. أي حدث اللي تقصد؟ يعني مثلا لما تأتي قضية القتل ولا السحل ولا مسألة الإحراق ولا كذا، حرق الكساس. يعني استخدام هذا الأمر للتصفية الإيديولوجية أنا عندي أنه هذا جانب يعني غير أخلاقي. أي، وخاصة عندما تحمل دولة أو تحمل فئة أو يحمل تراث أو يحمل عالم تبعت هذا الأمر. يعني ممكن يحملون عالم من العلماء قبل 800 سنة تبعت ما تفعل داعش الآن. صحيح. أنا لا أقول أنه لا تدرس الخلفيات الإيديولوجية التي تشكل مثل الانحراف الفكري هذا، لكن لا بد أن تدرس بعيدا عن التحيزات الفكرية والإيديولوجية، تدرس صحيح. بنوع من التجرد والحياد والعلمية والموضوعية والاستيثاق. يعني كثير من الناس مثلا يقول هؤلاء من نتائج مثلا ابن تيمية أو من نتائج فلان من العلماء، ثم تسأله كم قرأت أصلا سطر لابن تيمية؟ قال والله أنا سمعت ابن تيمية لكن ما قرأت له شيء. صحيح. هذا الكلام حقيقة يعني ينزل من قيمة الإنسان. الإنسان العلمي الفكري هو الذي يتكلم بعلم، يتكلم صحيح. بعدل وإنصاف. الأمر الثاني أنه مشكلتنا مع داعش ليست مشكلة الإحراق، هذه نتيجة للانحراف الأصلي اللي احنا كلنا متفقين على رفضها عند داعش وعند غير داعش في هذه القضية. فسنستمر أنه كل تصرف داعش يوميا يقتلون، ما هو فقط من النظام السوري أو النظام العراقي أو الأمريكان، هم يقتلون ناس يعتبرونهم إياهم في صف واحد. أينا. يقتلون من جبهة النصرة ويقتلون من الجيش الإسلامي ومن داعش نفسها، ومن داعش نفسها يعتبرونهم مثلا مارقين أو شيء. قبل أمس يعني فصلوا ناس عندهم كانوا قضاة سعوديين صحيح، لأن فقط اعترضوا على مسألة الحرق صحيح. في هذه القضية صحيح.
فهذا الأمر أنا أعتقد أنه محسوم. الأمر الثاني أنا أخالف في فكرة أنه هل يعني تجزئة الحدث، يعني بمعنى أن ننظر لمسألة الإحراق بعيدا عن ما يجري في المنطقة. واضح. ننظر هذه القضية كلها إعلامية، الاحترافية حتى في مسألة إظهار صورة الحرق بهذه الطريقة هذه لها رسالة إعلامية ولها أبعاد سياسية كذلك. نعم. الأردن، قضية جر الأردن للدخول في أتون ما يجري في سوريا وما يجري في اليمن وما يجري في ليبيا وما يجري في العراق، أنا أتوقع أنه مقصود سياسي الآن للدول التي تريد أن تشكل منطقة الآن تشكيل جديد. ممتاز. فلا بد أن ينظر إلى الأحداث ولا كانوا يستطيعون أن يأتون للطيار ويحطون عليه بنزين ويحرقونه، ما يحتاج كل هالإخراج. ايه؟ إنما هو مقصود الاستفزاز أكثر. واضح. استفزاز الأردن وغيرها من الدول. أستاذ عقل. ايه؟ ها؟ على التقرير. ايه؟ يعني في سوء فهم التقرير لما قال انه في مؤيدين من بيننا لداعش. إيه؟ هو ترى الناس اللي تقول لك والله ترى اذا كان داعش يقطع رؤوس، ترى مثلا جنود الامريكان في الحرب العالميه الاولى والثانيه كانوا شايلين رؤوس. وبعض الجنود الفرنسيين نشر في تويتر. اي صحيح. تمثال في اعتقد في احدى الدول الاوروبيه كان يدوس على راس. ولا زال موجود. هم يقولون يعني ترى اذا كان احد ينحرق، اذا الطياره انحرقت ترى فيه مسلمين أحرقتهم أمريكا بالصواريخ، وإذا كان في رؤوس تقطع فأيضا الأوروبيين كانوا يقطعون الرؤوس. يعني ما هم يؤيدون فعل داعش أو يؤيدون فعل هؤلاء المارقين، ولكن يقولون ترى هم من استعدد هذا ولا هم الوحيدين في العالم. واضح أن التطرف ما هم إلا يعني إسلامية، ولا هو الحقيقة ما له هوية التطرف وليس تأييد له. صحيح صحيح. أبي عقل أنت بصفتك يعني ليبرالي و ليبرالي هاي تودي في داهية أنت. طيب أجل شو اسمه عشان ما تروح في داهية بيني وبينك، يعني إيش رأيك؟ لا 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 أنا لا ترى يعني ما عاد فيها الحين، ما عاد تودي في داهية المأزق. لا لا روح للمدني، الحالة المدنية عشان يعني فيها مخارج واجهة. أنا المأزق الحقيقي أنه إحنا ندخل يعني يجي يعني هذا الحادث البشع ثم نقرأ يعني مقال في موقع أم القرى، جامعة أم القرى. لا أصلاً أكثر الناس إيه أكثر الناس إيه؟ يعني أكثر الناس أنا واحد منهم، ما كنت أتخيل بأنه في تاريخ للحرق بهذا الحجم إلا من مقال أم القرى. مقال جامعة أم القرى. إيه وش يقول؟ يعني جايب إن هذا يعني مثله مثل كل الناس من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيه. وهذه الأشياء العقوبات تحدث من أحيانا من تقصد أن اللي حدث. لحظة يا عقل، المقال اللي نشر في جامعة أم القرى في موقع جريدة أم القرى. لا لا في جامعة أم القرى. أيه. إيه لأنه هذا يتحدث أنه يبرر ويصور ما حدث يعني جزء أنه موجود جزء موجود في الإسلام. أنك تعرف أن في تراث للحرق. أيه. في تراث إسلامي يعني. أيه. بمعنى طبعا هم لا يكون الكاتب يعني قصده هذا، لكن المشكلة أن الناس يقول لك هذا الحرق أصلا يعني من تقاليد الإسلام. مقال أو تعليق يعني؟ لا لا مقال. لا لا مقال. الموقع جازة للناس. إيه طبعا موقع أم القرى موجود يعني. يقول عندي محمد الرديني يقول انه موجود في الموقع وشالوه بعدين. شاله بس موجود. يعني هذا يؤكد الكلام. أيه؟ يمكن يكون تعليق يعني. لا 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 في ناس سووا تخريج باسم وقال انه حدث معروف. أيه؟ كاتب يعني في أيه؟ انا الفكره اقول انه يعني ما تستطيع انك تقول داعش ما هم مسلمين داعش. الان المأزق الاسلامي. أيه؟ المأزق العربي والعالم الاسلامي هناك يعني شيء كثير من الجدل. أيه؟ والتاريخ وال يعني الإسلامي. أيه؟ كل من بغى يفعل شيء يستطيع أن يجد مبرر. أيه؟ مثال السؤال. أيه؟ السؤال هل إحنا الآن يعني موضوع الجهاد مثلا الحين أنا أعتقد ما فيها أحد يقدر يسوي جهاد. فيه أيه؟ منظمات الأمم المتحدة والدول موقعة بما فيها كل الدول. أيه؟ الآن طيب ليش ما يعني يجتمعون العلماء ويكونون مثل ما يعني في يوم من الأيام كان الرق موجود، لأن أصبح يتعارض مع المنظمات والالتزاماتنا الدولية حقوق البشر. قيل إيه وحقوق الحيوان. قيل بأنه هذا خلاص يتوقف، ما عاد في شيء اسمه رق. أنا أعتقد أن الجهاد إذا استمرينا نقول أن الجهاد والجهاد ما حد يقدر، ما عاد في أحد يقدر يجهاد. في حدود وفي دول وفي التزامات وفي ملفات تحط في طيب محكمة العدل الدولية. طيب برجع لها أنا أقول أيه؟ أنا أقول المشكلة لأن ما عندي وقت أخذ لا يستطيعون. أنا أعتقد أنه موضوع الجهاد
أعتقد أنه على علماء الإسلام الآن، لأنه ما بالإمكان مجرد ما تذهب أنت تبغى تقول باختصار أنه يجب أن يلغوا مبدأ الجهاد. إيه لأنه هو الجريح. هذا عاد ما نقدر يفتون فيها المشايخ. أنا أقول المشايخ ما قلت. خليني قبل أنا ما قلت شيء. يلغى الاحتلال. عسل أنت اللي تقول إلا تدور وتلف ما فيها شيء. ويا معك وجهة نظر على. أنا أقول أنت من حقك أن تبدي رأيك. العلماء. أنا أقول العلماء. أي الراسخون هم اللي يعلمون. يلغى الاحتلال. لحظة بس بشوف الأستاذ برجس تعليقك على ما حدث من داعش في حرق الطيار الأردن. عملية الحرق يعني هي نوع من أنواع الإكسكيوشن، يعني نوع من أنواع الإعدام، ويعني يعني مجاز ممكن تكون هي مثل يعني كان في الأول يستخدمون مثلا قطع العنق وما جابت نتيجة ما خوفت فاستخدموا للحرق، والحرق يعني هو بشع وأكثر حدة، ربما أكثر حدة، ورأيناه سابقا يعني حتى شفنا ثعلب حرق قبل شهرين أو ثلاثة أشهر بنفس الطريقة، قفص ومدوا له بنفس الطريقة. إنما هذه ما هي مشكلة، المشكلة أنه داعش لا هي ظاهرة ولن تكون الأخيرة، لن تكون الأخيرة، ولم نشخص الحالة صحيح، ولم نعمل على علاجها. إحنا نحارب الظاهرة ولا نحارب سبب الظهور هذا. ممتاز. من الدول العربية كلها. ممتاز. تبي تقول شيء باختصار عن حقة الجهاد؟ لا ما عندي وقت أنا يا بدر، بس أبيك تعلق على. لا لا. هل فيه إمكانية بالفعل؟ شوف يعني وجهة نظرة ترى فيها منطق، اللي يقول ألغوا الرق ما عاد له مناسبة. إيه لكن. هل يمكن إلغاء مع وجود الحدود بين الدول؟ يعني أنت الجهاد. أنا الرق حتى ولو ألغوه واقعا الناس ممكن تدرسه علميا في نصوص الكتاب والسنة. كي. فما يمكن أن يلغى في القضية هذه. الجهاد إذا كان في قضية في منظمات، الأصل في الجهاد أصل في الشريعة، الأصل فيها السلم ما هو الحرب. أي. لكن الجهاد، طيب جهاد الدفع الذي هو أصل الجهاد، يعني مثلا لو غزت أمة مثلا غزت أمريكا أي دولة من الدول هذه، نفس الفقه الإسلامي الموروث هذا سيطبق على نفس الحالة في طيب. قضية وجوب الأمر وكيف يجاهد وأخلاقية الجهاد والقضايا هذه. ممتاز. فما هو حل، ما هو حل لقضية التطرف أن نأتي فنبدأ نشذب مسائل التراث أو مسائل النصوص أو مسائل الدين باعتبار الواقع، هذا ما هو حل. ممتاز. الحل هو ترشيد فهم الناس للشريعة، المنهج الوسطي في فهم الشريعة نفسها، سواء كان هناك يعني جهاد أو ما في جهاد، سواء كان هناك حروب أو ما في حروب، هذا هو الأمر. أما قضية أن نأتي إلى التراث الإسلامي كله ونعدمه، مثل الذين يطالبون الآن بحق كتب ابن تيمية مثلا، كل اللي يجون يا أدريس الحيل منطقة الصراعات كلهم يقولون جايين للجهاد. طيب ألغي طيب. الاحتلال يا عقل، أنا ودي أسألك السؤال دي، يعني هل من الأول أن نلغي الاحتلال والغزو أو نلغي المقاومة؟ ما نقدر نلغي الاحتلال، لكن نقدر نلغي الجهاد. ليش؟ يعني خلاص ما نقاوم؟ يعني لو واحد هاجم علينا الحين كل شعب يدافع عن نفسه. إيه؟ هذا طيب. المعروف لا يقصد محمد إذا جت دولة واحتلت دولة. لو احتلتنا الحين يعني الكويت لما احتلت شرعية كل يدافع عن نفسه، إلا في حالة هو الدفاع هو جهاده، إلا دولة جهاد. تطلب من دولة مساعدتها، هذا قائم في قوانين الأمم المتحدة. أيه. طيب لكن كان حساس عقل الجهاد يا أخي، تدعو إلى الجهاد المقاومة. الآن الجهاد هذول اللي يروحون ترى يسجل في قوائم السعودية في الأمم المتحدة، كل القصص هذا اللي تحدث. طيب. الخروقات اللي الانتقال للسعودية الحين بيقول انها مقاومه عشان تنبسط ومسجل في مسجل الامم المتحده ان امريكا دوله غزو. انا اشغلون يقولوا لازم فاصل ثم نعود اليكم. أهلا بكم جديد إلى موضوعنا التالي. المملكة من أكبر اقتصادات العالم، المملكة من أكبر الدول المانحة للتأشيرات، المملكة من أكبر أسواق العالم العربي، والمملكة أيضا من أكبر الدول النفطية، لكن كل ذلك لم يشكل بيئة جاذبة للاستثمار، بل إننا نشاهد تصدير رؤوس أموال إلى الخارج، أو بمعنى أدق هروبها. سمعتها، المملكة أكبر، ومع هذا يعني نسأل عن سبب كونها بيئة، إلى من يعني ما هو ردك على من يقول أنها بيئة طاردة؟ طيب إذا كنت قبل تسمح لي فقط تعليق على موضوع السابق. موضوع أي موضوع؟ موضوع الحرق. إيه تفضل. إيه
أنا بس أحب حرق الطيار. حرق الطيار. أي نعم. أنا أحب أن في منهجية خاطئة في تناول المسائل، يعني في مع يعني فهم كلام أهل العلم. أحيانا أهل العلم يتكلمون في مسألة أصلية مجردة نظرية. يتكلمون مثلا عن قضية القصاص، يعني مثلا رجل أحرق رجل، عندما نريد أن نقتل هذا الرجل، هذا قصاص عند كل المسلمين، يعني ما اللي هي المماثلة. المماثلة هل يجوز أن نحرقه ولا يجوز أن نحرقه؟ فيختلفون في قضية المماثلة، لأن بعضهم يقول إن أشبه للعدالة أنه إذا أحرق يحرق. نعم. وجمهورهم على أنه لا يحرق، يعني على أنه يقتل قتلا معينا. ثم جت قضية المماثلة في الأفعال المحرمة في أصلا، فقالوا أن الحرق في الشريعة أصلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرق بالنار إلا الله. والصحابة قد أنكروا على الخليفة علي رضي الله عنه لما أحرق بعض السبائية الذين يعني اللي ألهوا في القضية هذه، فحسمت عند الصحابة قضية الحرق. أنه لا ما يحرق، أنه ما يحرق في القضية هذه. وقلت مثال الزنا. نعم، فقالوا أنه الأمر المحرم في الشريعة في أصله لا يبرر، لا يجوز لقضية المماثلة. فمن زنى بزوجته لا يجوز أن يزنى بزوجته، ومن سرق شخص لا يجوز أن يسرق، وهكذا في القضايا. هذه القضية يتكلمون فيها مثلا عن قضية الحرب بين الكفار والمسلمين، لو جاء مثل الكفار فأحرقوا المسلمين، هل يجوز أن نعاقبهم بمثل هذا أو لا يجوز؟ جمهور العلم على أنه لا يجوز أن يعاقبون، لأن الكفار قريش قتلت من الصحابة وقتلت من نساء الصحابة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم ولم يقتل نساءهم، بل منع من قتل النساء والأطفال في الحرب. لو قتلوا أطفال المسلمين هل يقتلون أو لا؟ مثل هذه القضية تدرس في إطار الفقه بدراسة نظرية مجردة في باب أحكام الجهاد وفي باب أحكام القصاص والديات والحدود للتأصيل. للتأصيل فقط. فلما يأتي متطرف أنت تخالف أصلا في أصل نزعته الفكرية، في تكفيره، في التعدي على الدماء، في استباحته لأعراض الناس، في تجرع على القتل والقتال في القضية هذه بمنهج منحرف مخالف منهج السنة، ثم يعتمد على مثل هذه الأقوال، هذا هو انحراف المنهج. ولذا مشكلتنا معه أصلية في هذا الباب. ولا يجوز أن نأتي إلى التراث الفقهي الذي نحتاجه في كل زمان ومكان أن نشوهه أو نطالب بإلغائه، لأن هناك جانب متطرفا أو رجل متطرفا استخدم انتزع فتوى من سياقها التاريخي، من سياقها الفقهي، ثم وظفها لمشروعه السياسي في مثل هذه القضية. واضح. ارجع لي في الاقتصاد وباختصار. أما في الاقتصاد فأنا أقول أنني أعرف كثير من رجال الأعمال خارج السعودية يستثمرون في بلدانهم، يستثمرون في أوروبا، وعينهم مسلطة على السعودية، يتمنون أن يجدون تقصد غير سعوديين، غير سعوديين، يتمنون أن يجدون البيئة الاقتصادية التي تسمح لهم بالاستثمار، لكنهم يتخوفون من الإجراءات البيروقراطية، يتخوفون من بطء إنجاز المعاملات في مسألة تدفق العمالة واحتياجهم لها، ولذلك يحجمون. إذا أردت أن توسع الاستثمار هذا فعالج منظومتك الإدارية فيما يتعلق في الاستثمار الأجنبي. أنا أتوقع أن هذه مقصد، لأن الطلب على البيئة السعودية طلب حقيقي، ما هو طلب مصنوع، سواء في الإسكان، في الخدمات، في البيئة الاستثمارية، في كل القطاعات البنكية طلب حقيقي. وعندك أمة الآن تتوسع وتكبر، والطلب مثلا على الإسكان الآن يعني مئات الآلاف من الناس يريدون السكن. ممتاز. فخلق البيئة التي واضح. تجعل هؤلاء واضح. خلينا نشوف الأستاذ برجس، يعني لا يفتوى برجس معنا. الله يبارك فيك. لا لا، إيش رأيك بالفعل في مسألة أن هناك من يقول أن رؤوس الأموال تهاجر كثيرا لخارج المملكة، لماذا لا تتم لماذا لا تكون البيئة المحلية بيئة جاذبة؟ ما الأسباب؟ ليس هناك أحرص من صاحب المال اللي يعني يصدر المال إلى الخارج ويستثمره في الخارج، هو أعلم وهو أدرى وواضح. وهكذا الحال بالنسبة للطرف الآخر، المستثمر الأجنبي لن يستثمر في السعودية، السعودية ليست بيئة جذابة. الاقتصاد السعودي يعني احنا رأينا مثلا الاقتصاد السعودي لو نقارن اليوم إلى ما قبل مثلا 8 أشهر، فرق يعني نخسر احنا 50% من الدخل الدولة، معتمد على النفط وليس معتمدا على أي مصدر آخر. المشكلة الكبيرة من فين تأتي؟ من الهيكلة الاقتصادية بالكامل. يعني الاقتصاد الآن في البلد يعني ليس هناك خطة، يعني عوامل النجاح للاقتصاد ليست موجودة، ليس هناك خطة مثلا تعمل عليها. العملية البيروقراطية والأشياء الثانية هذه أشياء جانبية قد تعالج بسهولة. المشكلة الكبيرة أن احنا دولة من ضمن الدول 20 ولكن ليست لدينا هوية غير النفط،
إذا نحن دولة نفطية وسنبقى على النفط، ومتى ما أردنا يجب أن نعيد هيكلة الاقتصاد بالكامل. وش تقترح يا أستاذ؟ أقترح خطة إنقاذ كاملة للاقتصاد المحلي لأنه متهالك جدا، ولن ينتظر طويلا، لأنه عندك مشاكل مثلا بعض الأشياء. قد نصبر على مثلا تنويع المصادر، قد نصبر عليها، ولكن لن نصبر على البطالة. الخبر بدأ بأكبر وأكبر وأكبر. إذا كانت القطاعات والوزارات تخرج على أكبر القنوات وتصور أن الوضع جدا ممتاز، وتصور أننا عملنا ووظفنا وسوينا، وهذا كله كلام خاطئ. يعني مثلا عندك وزارة العمل تتحدث كثيرا أنه إحنا يعني خفضنا من نسبة البطالة، ولكن لا تتحدث أنه البطالة ارتفعت. كيف أنا ما فهمت يعني، كيف يعني هي تدعي أنها خفضت وهي والبطالة ترتفع؟ البطالة مثلا نسبة البطالة انخفضت أي زين، أيوة، ولكن عدد العاطلين عن العمل ارتفع. ليش؟ طيب ليش؟ لأنه ما يظهر الحقيقة، يظهر الرقم اللي من يقول لك. طيب أستاذ برجس، إنه ما يظهرون من يعني أنت، هل عندك أنت الأرقام هم أو لا؟ لا لا يعني كل الأرقام نشرناها وكتبنا فيها، وهذا عملية محسومة، هذا أرقام كلها واضحة. هلا يقول خفضنا يعني النسبة السابقة، لا خفضنا. هم شوف، هم لما يقول لك خفضنا هو عنده حسبة معروفة، والحسبة هذه لا تستخدم في المحل هذا، تستخدم في أماكن أخرى. عندما تقارن مثلا البرازيل بالأرجنتين تنظر إلى نسبة البطالة، ولكن أنا مثلا كدولة يهمني عدد البطالة اللي في الشارع ونسبة البطالة التي ترتفع. يعني بعضك مثال، نسبة البطالة للإناث انخفضت في عام واحد من 35 إلى 33%، بينما عدد العاطلات عن العمل ارتفع 10%. فهو يظهر ال 2% ويخفي ال 10%. ايش غيره؟ في شيء تقترحه غير موضوع البطالة؟ لا طبعا، هو مواضيع كثيرة. يعني جميع المعايير الأساسية للاقتصاد، لو اخترنا أكبر 10 معايير للاقتصاد تقدر تعد لي إياها؟ والله شوف، عندك معايير الاقتصاد، عندك التنموية كثيرة، يعني لا يقل عن 5. تطوير مثلا، التعثر كبير لدينا مثلا، لو تنظر إلى مثلا تنفيذ المشاريع في التنموية في التعليم من عام 2011 في انخفاض. مثلا نفذنا 920 مدرسة، العام اللي بعده نفذنا 750، العام اللي بعده 490، العام اللي بعده 350. آخر سنة نسبة التعطل في ازدياد 28%. هذا كبير. ويأتي هنا دور إيش؟ الشروط ودور العقود ودور الأشياء الأخرى، ومن ضمنها البطالة، ومن ضمنها مثلا الخدمات الصحية، العوامل كثيرة. طيب زين، الدعم كبير. الدعم كبير، ولكن ما في مخرجات. حاله فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم إلى موضوعنا التالي. في السعودية يبقى الإعلام حديث الساعة، الطموح كبير والجهود أيضا كبيرة، لكن الواقع يختلف جذريا. فهناك 11 صحيفة، أحدث 3 صحف منها ظهورا، تقف اليوم بلا رؤساء تحرير، وثلاث من أقدمها رؤساء تحريرها من المدرسة القديمة، وما تبقى هي التي تخوض المواجهة مع منصات التواصل الاجتماعي وتتحمل تبعات رتابة البقية. عقل صحيح، في مفارقة يعني في 3 صحف فيها يعني أقدم 3 رؤساء تحرير، اللي هم الأستاذ تركي السديري، الأستاذ خالد المالك، الأستاذ هاشم عبد هاشم، ويمكنهم أيضا بنتائج الربحية أقدر رؤساء تحرير. في 3 صحف هي الأحدث أيضا بلا رؤساء تحرير. أين تكمن الإشكالية؟ يعني أنا أعتقد أنه مشكلة إذا يقيم الإعلام الصحفي بأنه تاجر ولا فقير. هذه يعني صحيح أنه مهم، بس إذا يصنف أنه يعني شركة مقاولات مشكلة. أنا أعتقد أنه أتمنى أن يجي سونامي يعني للرؤساء التحرير ذولا كله، يعني ما أدري، بس أنا ودي أنه هل جرائد اللي بيمشي يمشي، بس جاب رؤساء تحرير جداد، نشوف صحفيين عندهم إبداع. عندهم طيب، يخشى أنه يعني يمكن تخسر الصحف. يعني الحين ناجحة جريدة الرياض وجريدة الجزيرة وجريدة حكاظ وربحانين، يعني أكيد أعضاء الجمعية العمومية الملاك في هذه الصحف يعني مبسوطين، يجيهم دخل وربح.
أنا أعتقد أنهم يتسلحون بوزارة الإعلام، هذول اللي يبون الفلوس الشركاء حقهم، حقهم، لكنهم ما صد يعني يبدو أنهم مع وزارة الإعلام يعني تبقيهم، تتبقي هي المسؤولة. أنا أعتقد أن وزارة الإعلام يجب أن ترفع يدها عن الصحف وتخليها لها الملاك اللي بيزين شغل يبونها الناس. الحين الناس ينتقدون الصحف، طيب الناس الحين ما لهم شغل إلا يعني يقولون صحهم رديئة ولا تكتب شيء صح، ولا رؤساء التحرير صايرين يعني ملوك أكثر من الرؤساء وشيء عظيم. طيب ارفعوا يدكم وزارة الإعلام، خلها تربح، يجاب رؤساء تحرير جداد. الحين يحتجون مجالس الإدارة، ليش ما يجيبون رؤساء تحرير يعني معقولين؟ يقول لك وزارة الإعلام ما قبلت، وزارة الإعلام هذا مو صحيح، مو صحيح على حال. خلينا نشوف الأستاذ برجس. أنا أتفق يعني إلى حد ما مع الأستاذ، ولكن يقول مو بصحيح. لا أنا أقول مو صحيح. وزارة الإعلام من حق المؤسسات الصحفية أن تختار رئيس تحرير. هو بالنسبة للثلاثة صحف الكبيرة هي عمل تجاري ومؤسساتي وكبيرة، وحتى لو بدأت تنحدر يعني لن تنحدر في يوم وليلة إلى القاع، يعني يكون في وقت كافي لإسعافها لأنها هي قوية. تقصد لو تم التغيير؟ لا، لو تم عملية التغيير أو اللخبطة أو الإقالة وثم الإرجاع أو يجيب واحد شخص ثاني مكانه. ولكن الصحف الجديدة الثلاثة الأخيرة الجديدة يعني أنا والله أعلق بشيء واحد بس، يعني مع احترامي للكتاب وكتاب كبار، ولكن رئاسة التحرير في بعض هذه الصحف الثلاثة أستغرب كثيراً، وليس أنا لوحدي بل جميع الكتاب على تعيين رئاسة التحرير فيها. أستغرب الحين بدون رؤساء تحرير، هي خالية، هي بدون رؤساء تحرير أفضل من لما كان عليها رئاسة التحرير. طيب فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل أيضا حديثنا عن ثلاثة في ثلاثة، اللي هي ثلاث صحف رئيسية فيها رؤساء تحرير قدماء وراسخين، وثلاث صحف هي الأحدث بلا رؤساء تحرير. تفضل بدر، وش تبت عليك؟ أنا يعني ما السن ما هو مشكل عندي، يعني سواء كبير ولا صغير، يعني لأنه أحيانا الكبير عنده خبرته، كذلك اللي ممكن حتى في الغرب ممكن يعيش الواحد 60 سنة رئيس تحرير وينتج في القضية هذه. لكن المرحلة هذه مرحلة حقيقة لابد نقلة يعطى المجال للشباب أكثر يعني في الموضوع هذا، وسواء كان هناك شباب أو كبار. القضية أنا أتوقع أنه لابد النظر إلى المحتوى الداخلي للصحافة. إحنا عندنا محتوى ضعيف بكل المقاييس، يعني الصحافة الغربية مثلا تأخذ تقرير أو تأخذ مقال أو تأخذ يمكن الناس تبني عليه السياسات، تبني عليه استراتيجيات من قوته وإحكامه. الآن في مستوى، في ضعف في مستوى الكتاب، وفي ضعف في مستوى التقارير، وفي ضعف في مستوى المحتوى. هذا هو المفروض الذي يعالج. لكن مشكلة الثلاثة الجديدة هذه أنها جاءت في وقت الإعلام الجديد، فتكون عليها صعوبة أكثر. إذا ما كان هناك يعني قيمة مضافة أو ميزة تتميز فيها في هذا الوقت، أنا أتوقع أن مصيرها سينتهي وسيكون الناس يتوجه إلى الإعلام الجديد بتفاصيل. أستاذ محمد الحيد بالكاتب المعروف، إيش تقول؟ والله شوف، بالنسبة للصحف المدرسة القديمة يعني زي ما تفضل الشيخ بدر، هو المشكلة ما في أعمار رؤساء التحرير يعني من تاريخ ولادتهم، هو أعمارهم في تطوير أنفسهم. يعني هم توقفت بهم مرحلة معينة يمكن من 15 سنة ومتوقفين. ناس يعني حتى تويتر ما يتابعونه، حتى يعني ما طوروا أنفسهم الحقيقة. بقائهم كان مرهون بمجاملة للمعلن أولا، وكانت فعلا في فترة ولا زالت المعلن هو المسيطر على الوسائل الصحف بالذات، إلى درجة أنه ممكن يهدد بقطع الإعلان وممكن يلغي مقال وممكن. فمجاملة المعلن، مجاملة الوزراء. تقصد المعلن يجامل الجريدة أو الجريدة؟ لا، الجريدة، رئيس التحرير يجامل المعلنين. عشان كذا هم ربحانين. أي نعم، لأن المعلن اللي سيطر عليهم شركات اللي تسيطر يعني على ممكن شركة توقف مقال وممكن. عشان كذا الخطوط السعودية ترى وقفت عكاظ تهدد شوي لكن ما نجحت. وأيوة، الوزراء لما تقدم أيضا في مجاملة الوزراء
وفي احيانا اتفاقيات وانا اقولها وانا مسؤول عن كلامي اتفاقيات مع وزير مثلا ما تنتقد وزارته وهذا حصلت مقابل ايش؟ مقابل انه فيه برضو اعلانات فيه يعني علاقات شخصيه. هذه الدقه القديمه تمشي زي الموظفين القدامى يعني يمشي امورك ومشي اموري ما يهمه المقال مثلا مهم وطني ولا لا ما يهمه لا, لا ليش ما تعتبرهم تجار يهمه الربح ايضا طيب لا بس الربح مو بمقياس الاعلام الهدف وشو هدف الاعلام وشو هدف الاعلام هو اصلاح والمؤسسات نجي للفئة الثانية الثلاثة الثانية الصحف الأحدث هذه اللي بدأت توظف رؤساء تحرير من الشباب ولكن تشترط تيار معين والتيار أنا أسميه متلبرل مو بليبرالي بمعنى الحقيقي ناس يعني يفجرون في الخصومة حتى مع التيار الديني أو التيار الإسلامي دائما نظرتهم يبغون يتكلمون على شيء عن حرية المرأة عن حقوق المرأة عن وعن وعن قيادة المرأة ولكن لا يريد أن يتحدث عن الجانب الديني إطلاقا فلهم خصومة مع التيار الديني بشكل كبير وهي تشترط المؤسسات الصحفية تشترط هالنوع وهذول قلة ولله الحمد واستنفذوا الآن يجي لهم هبكات النوعية يطلع لك يطلع لك مقال يعني غير مقبول من الغالبية والسواد الأعظم السعودي اللي هو تيار ملتزم دينيا فإذا هبك في هالهبكة ذي يعفى أو تشيل المؤسسة الصحفية لو يتوسع أنا طبعا أختلف على فكرة وين المخرج أختلف مع محمد الحيد ترى محمد الحيد مطوع بدون لحية أيوة تفضل بس بقي عشر ثواني كل الشعب السعودي متدينين بلحية ولا بدون لحية وهذا الناس اللي ما هم راضين يفهمونه لكن فيه ناس يعني إقصائيين وأنا أقول اللي دافعوا عن المال العام وعن الحرية وعن التقدم هم الناس اللي أنت تقول إنهم لا 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 أطلاقهم اللي هم اللي من رؤساء التحرير الشرفاء اللي دافعوا عن 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 قضايا الأمة إطلاقا من اللي دافع عن الاقتصاد من اللي دافع عن الفساد من اللي طرح وش سووا الأشياء كلها مين مين أنت من الرؤساء اللي كانوا يتحدث عنهم ماذا فعلوا يتحدث عنهم محمد وكأنهم يعني لا لا أصبحوا يجب أن يكونون خارج لا لا, 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 لا وش عملوا للمرأة الكادحة وش عملوا للمرأة المعلقة والمطلقة والمعلمة اللي تموت في الطريق من اللي يكتب من اللي يكتب هم يكتبون لا 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 أطلاقا يكتبون عن قائدة السيارة ويكتبون لا يا أخي مو بصحيح لا 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 يكتبون عن الكاشيرة عد المقالات اللي كتبت عن الكاشيرة عد المقالات اللي طيب كتبت عن حوادث المعلمات الكاشيرة قرار دولة ما فيه في ما تشتغل جربوا حط رؤساء تحرير معتدلين وسطيين لها الصحف هذه وشوف كيف يكون الإصلاح في البلد لأن ما عندهم على حال أنا عجبني هذا التلاقح وهذا الخصام اللي هو إن شاء الله إيجابي الهدف منه هو المصلحة الوطنية بس خلص الوقت شكرا أستاذ عقل الباهلي شكرا لضيفنا الجديد والإضافة الجديدة الأستاذ برجس البرجس شكرا لك وشكرا للأستاذ محمد الأحيدب وأخيرا شكرا للشيخ بدر العامر نراكم في الأسبوع القادم دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته